وأرواحنا أنهكتها الحياة بكل أثقالها، فما عدنا نقوى على السعي بإحسان كما يجب، وباتت قلوبنا تترنح يمنة ويسرى تداري شح الإيمان فيها، وبين ما نحن عليه الآن وبين ما يجب أن نكون أقبلت عشر غيمات ماطرة لتبلل أسقام الفؤاد، لتعيد للروح إشراقها من جديد، ليصدح الكون كله بالله أكبر. فرب الكون أكبر من كل حزن وضيق، أكبر من كل تعاسة وخيبة، وله الحمد على كل ما مضى. فعقدنا العزم مجدداً بأن لا إله إلا هو وحده جبار الخواطر، خلقنا لنعمر أنفسنا في الأرض، ولم يطلب منا إلا الإحسان، فلما كنا نشقي أنفسنا؟ فبين قضاء حوائج الناس وبين الصدقة والصلاة والذكر ابتدأنا، وبين طلب العلم وصلة الأرحام وقراءة القرآن ولين الجانب ارتحلنا، فما عدنا كسابق ما كنا. كل عمل طيب الأثر بدر منا كان لوجهه تعالى، فصدق رب الأكوان وعده فأسعدنا في الدنيا وأوسع لنا رزقنا وبارك لنا فيه، وما عاد للضيق لنا من مسير. فلله في أيام الدهر نفحات وأعطيات وهبات من بها علينا فلنغتنمها. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام.